بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. الأحباء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متعنا الله جميعا بالصحة والستر والعافية وراحة البال، اللهم أمين. إن شاء الله النهاردة هنكمل أقراص النظافة. هنعمل إن شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة أقراص النظافة للملابس البيضاء والملابس الملونة. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة. احنا الحلقة اللي فاتت عملنا أقراص غسالة الأطباق بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وقلنا الكربونات وملح الليمون والخل التلاتة بيعتبروا زي الحروف أو الأرقام، ممكن يتكون منهم منتجات جديدة. كل ما نحط حاجة لوحدها بيبقى تديني منتج، مع إضافات بتديني، لو اتحطوا مع بعض بيبقى لهم فاعلية وتركيز كبير جدا. دي نقطة. النقطة التانية احنا عملناها، هنقول عملناها ازاي الأقراص دي. سهلة جدا وبسيطة جدا. هنمشي بمعادلة 3 1 1، 3 معالق كربوناتو، معلقة ملح ليمون، معلقة خل. هنقلب الكربوناتو مع ملح الليمون مع الخل. لو نزلنا بالخل نبقى نبعد ايدينا عشان يحصل التفاعل، بيحرق طبعا الايد عشان الحمضي والقلوي مع بعضه. بعد كده نبدأ نشكلهم مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. أهم حاجة كمان بقى في النقطة دي السرعة، يكون محضرة غطاء إزازة معيار زي اللي قدامنا دون وأشكله. لو مش هشكله على طول في كيس نايلون أقصه وحطه أعمله أقراص، لو ما عنديش أي غطشان لإزازة أو أي حاجة. نفترض إن نشف مني، أعمل إيه؟ أروح حاطة حبة خل صغيرة جدا، معلقة صغيرة خل أحطها أحل المركب معايا. طب هل الخل ده هيأثر لي في القيمة المكون؟ لا، هو مجرد هيحلالي بس عشان اعرف ايه اعملها اقراص. طيب نفترض ان هي سايلة جدا مش عارفة تتعمل معايا اقراص، راح احط لها حبة كربوناتو معلقة صغيرة. طب كل ده مش هيأثر في البنيان؟ لا، انا كده بحاول اشكلها، عشان اشكلها يا اما اضيف لها خل يا اما اضيف لها كربونات. حاجة بسيطة جدا مجرد النظر، واشكلها ونشفت قدامنا زي ما احنا شايفين اهي بالطريقة دي وعملناها. وان شاء الله نستخدمها. لا احنا لو جبنا مية دلوقتي حطيناها فيها هتبدأ تدوب. واحنا امبارح برضو بنتكلم جبنا المسحوق بتاع غسالة الاطباق اللي هو التجاري، وقلنا يعني انا حبيت اشوف المكونات، لقيت مكونات قريبة للمكونات اللي احنا عملناها دي او اللي احنا صنعنا منها الاقراص بتاع غسالة الاطباق. في حاجة احنا قلنا ان هو بيعمل ترسبات على الاطباق والكوبايات والشوك والمعالق، برغم دورة الغسالة بتاخد دورتها الغلية والتعقيم الدورة بتاعتها بتاعت الغسيل كاملة. فانا رحت عامل ايه، جايبة مية وحطيت فيها مقدار معلقة اللي احنا شفناها امبارح دي، وحبيت اشوف كده طب هيدوب في المية، فانا حطاه بتاع ساعة او اكتر من ساعة. فزي ما احنا شايفين كده مع بعض مش دايب في المية، اهو مترسب تحت والمية فوق. حتى لو قلبنا كده مفيش اي ترسبات اهي، بص اهو المية طالعة فوق والمحلول او المسحوق بتاع اللي هو البودرة تحت اهو. اهم حاجة بقى انا عندي الكفاءة في المسحوق اللي انا هعمله، الدوبان ده دلوقتي هيخش دورة غسيل الاطباق، فالشيء طبيعي المفروض ان هي يحصل لي عملية دوبان فيها. عملية الدوبان دي هي اللي هتنضف لي المنظر ده، مع انه مسحوق غالي مش رخيص. المنظر ده يحصل لي ايه؟ هيجي لي على السخان بتاع الغسالة، هيترسب لي عليها. احنا شيء طبيعي تنظيف زي غسالة الملابس بالظبط، المسحوق بيترسب على السخان شيء طبيعي، مكوناته هتترسب على السخان، عشان كده بنعملها دورة خل. فما بنعملها دورة الخل بتشيل التكيسات اللي على السخان وبتنضف لي السخان بتاع الغسالة الاوتوماتيك. ده لو اترسب كده هيحصل لي لا قدر الله السخان بتاع الغسالة يبوظ او يحصل لي خلل في الغسيل، هيأثر بقى على كل حاجة فيها معدن في الغسالة، هو بيمر عليها هيأثر، اللي هيبدأ يترسب عليها ويعمل لي مشكلة. دي طبعا انا سايباها كده، يمكن تدوب مع عرض الفيديو كده ونشوف، لعل وعسى ان شاء الله كده يحصل لها عملية دوبان. احنا هنشوف وهنسيبه قدامنا كده وهنشوف الطريقة. لكن احنا الحمد لله يعني الكربونات كمنتج بيدوب، الملح الليمون كمنتج بيدوب، في مية في خل بيدوب عادي مفيش مشكلة. فدي الكفاءة هنشوف. الكل طبعا بيشكر فيها، كل في ناس جربتها وبتستخدمها، فطبعا التجربة خير دليل على ان الحاجة كويسة.
احنا ان شاء الله النهارده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدا باذن الله نعمل اقراص الملابس البيضاء والملونه. مقادير بسيطه جدا وسهله جدا، زي ما بقول الكربونات مع ملح الليمون هيدينا ان شاء الله فعاليه. هيختلف بقى المقادير، احنا قلنا في غساله الاطباق او الاقراص بتاعه غساله الاطباق 3 1 1، 3 كربونات، 1 ملح ليمون عفوا، 1 معلقه خل. هيعكس بقى المقادير هتبقى ازاي بعدها. حطينا كوبايه كربوناتو، كوبايه ملح ليمون، معلقه نشا، كحول او ريحه عاديه، لان ما الريحه معموله من الكحول، فممكن ده او ده. لو مش متوفر الكحول هنحط برفان او ريحه او اي حاجه موجوده عندنا، لان هنستخدم بخاخ بس يا دوب تلمزه الرمله من الدقيق. ومعلقه النشا، واضافه بقى من عندي المسك. احنا عارفين لما عملنا في القناة، في فيديو في القناة عملنا مزيل العرق او مزيل رائحة العرق من الكربوناتو وزيت جوز الهند، واضفنا عليه المسك. المسك مع الكربوناتو الاتنين بيعملوا فعالية، بيقضوا على البكتيريا الضارة لرائحة العرق يعني، ومتقفلش المسام. فطالما لما بتحافظ على الجلد، يبقى الكربوناتو ان شاء الله هتحافظ لنا على الملابس، هتطهر وتعقم الملابس ان شاء الله البيضة والملونة. فدي الاضافه اللي هي المسك، قرص مسك زي اللي احنا بنجيبه ده، ده جزء صغير واخده عامله منه كريمات. باخد حاجه بسيطه جدا يعني، اخدت من الحته الصغننه دي ادتني معلقه اللي هي زي دي كده. هنعيد مقاديرنا تاني، دول 3 معالق ملح ليمون، 3 معالق كربوناتو، معلقه كبيره نشا، معلقه اللي هي الحجم دون، معلقه صغيره مليانه اللي هو المسك. اللي هيحصل هنضيف الملح الليمون مع الكربوناتو وهنقلبهم كويس قوي، وبعدين ننزل عليهم بالنشا والمسك وهنقلبهم كويس قوي قوي قوي. هنضيف بقى بخات او يعني هنرش كده بطريقة بسيطة، ومش هنرش مرة واحدة، بالبرفان او الكحول الطبي عشان يتماسكوا مع بعض. انا اتسألت بصراحة ليه بنستخدم ما بنستخدمش الخل، مع الخل فعال وعملنا منه اقراص غسالة الاطباق، طب ليه الخل في الاقراص دي مش هنستخدم؟ فبس الحقيقه الفيديوهات اللي شفتها ما كانش فيه اجابه عن ليه السبرتو او الكحول الطبي او اللي هو البرفان، ما لقيتش اجابه. بس هو الواحد يعني كده ضمنا احنا مستخدمين نشا، النشا لو استخدمنا مع الخل، الخل سايل، فهيحصل لي انها تبقى عجينه، فهيحصل لي هتبقى عجينه كده، هتعمل عجينه حتى لو اتحطت في الغسيل هتبقى عجينه، ومش مش هتدي لي المنتج كويس يعني. لكن احنا عارفين ان الخل مع الكربونات وملح الليمون هيتفاعلوا مع بعض، ولو اتحطوا في ميه هيدوبوا. فده يعني كان التفسير المنطقي للسبرتو. لا الكل بيقول سبرتو سبرتو او كحول طبي او برفان، لكن انا قعدت اقول طب مش معنى، طب احنا عملنا الاقراص بتاع غساله الاطباق حطينا خل ما حطيناش كحول طبي. ففعلا المنطقي ان احنا هنحط نشا، فالنشا دي هتديني عجين، فالعجين ده لما انا هعمله هتعجن، هتعملي في القماش عجين. لكن الحل اللي ليها حاجه كده بس، ذرات من الكحول الطبي او الريحه او البرفان، هتلملي المكونات، تعملي زي الرمله المنديه بحيث ان انا اشكلها، وهتطلع لي اقراص زي دي. احنا دلوقتي ايه، هنضيف مع بعض المقادير كلها كده اهو مع بعض. ادي ملح الليمون اهو. طبعا الحاجه اللي قلنا اللي هنعمل فيها للغسيل او الاطباق بتاعت غسالة الاطباق تبقى حاجه نظيفه للاكل، لان دي هتعمل اطباق. ودي هنضيف اهو كربوناتو، بسم الله الرحمن الرحيم، مع بعض اهو. وزي ما قلنا هنقلب كويس قوي، واي تكتلات ما هنعملها اهو. اهم حاجه التكتلات دي عشان لما ننزل بالكحول الطبي او البرفان اللي احنا معانا ده يديني مفعول، ما بقاش فيه تكتلات كتيره مع بعضها. وبعد كده اروح نازله عندي بالنشا والمسك. انا قلنا اضافه المسك، طبعا بيدوب المسك زي ما احنا عارفين، وهنقلب برضو كويس جدا. عايزين نضاعف الكميه، هنضاعفها، هي كوبايه وكوبايه ومعلقه نشا وذرات من او بخ، هنبخ كمية برضو معقولة من الكحول الطبي. الله ريحته بقت جميلة عشان المسك، قلبه كويس جدا.
المسك مدي ريحه. ممكن نحط بشر ليمون، بس بقى ايه بشر ليمون نبشره ازاي؟ احنا بشر الليمون هنسيبه ينشف وبعدين يطحن في المطحنه يبقى بودره، عشان بشر الليمون هيبقى يعني مش هيدوب. لو بشر بشر كبير زي المدبشر كده هيبقى كبير ومش هيدوب، لكن لو بقى بودره هيديني الريحه. ممكن نبقى نعمل مره ببشر الليمون. وبعد كده بقى هنعمل ايه بقى؟ ان شاء الله هننزل بقى بالبرفان كده. احنا هنعمل كمية كويسة، مش كتير قوي ولا صغيرة قوي، وهنقلب على اساس انها تديني تنديلي. بس اهو حتى زي ما لاحظينها ابتدى، شايفين اهو ابتدت تديني الملمس اللي هو ايه، تمسك مع بعضه. لسه شوية هنضيف برضو. وهنقلب. يعني لسه اهو اهو ابتدى يعمل اهو. انا هرش تاني الكحول، او الكحول الطبي او البرفان ده هرشه على المكونات. وبعد ما ارشه مع المكونات هنشوف، بس يبقى هيبقى عامل زي العجينة المندية، مش عجينة يعني، حاجة كده زي الاقراص كده مندية، بحيث ان احنا نبدأ نشكل. هعملها ونرجع نشوف الخطوات. احنا هنا قلبناها كويس وحطينا الكحول لحد ما وصلنا للدرجة اللي تبقى عاملة زي يعني مش عجينة، عاملة زي الرملة كده مندية زي التراب المندي. وحطيناها، حطيتها هنا في القالب ده الصغنون ده اللي احنا عملناه امبارح، حطيناها. وزي ما شايفينها اهي قدامنا، حطيتها على كيس، هي مش مستحملة يعني، انا لو مسكتها هتقع هتتفتفت. ده للالوان. انا دلوقتي هنعيد، احنا عملنا ايه؟ احنا جبنا 3 معالق كربوناتو، 3 معالق ملح ليمون، معلقة نشا كبيرة، حطينا الاضافة اللي انا حطيتها المسك عشان بيديني تفاعل كويس جدا، بيبقى مع الكربوناتو ماشي كويس جدا. وبعدين قلبت ده كله مع بعضه، وبعدين نزلت بقطرات الكحول او البرفان او اي حاجة عندي، سبيرتو طبي او برفان، وحطيته. فضلت ابخ 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 لحد ما وصل لمرحلة اللي هو ايه، زي الرملة كده اجمعه في ايدي، وحتى لو ابتدى يفك معايا ما يبقاش زي البودرة، يبقى فيه تماسك مع بعضه. وبعد كده رحت مشكلاه بالقلب الصغنن دون، او اي حاجه زي ما قلنا غطاء ازازه عندي، اي حاجه عندي اروح مشكلاها بيها. بعد ما اشكلها بيها اروح حطاها على كيس نايلون على اي حاجه، يعني انا حطيت على كيس، انا كنت احطها على البتاع دي، بس للاسف هو مش مستحمل ان انا امسكه لحد ما يمسك. يعني انا اهو هنشوف كده، حتى لو فك اهو هنضيفه هنا كده اهو بالراحة خالص، هنسيبها تنشف خالص. ده هنعتبره للألوان. المقدار اللي هما 3 معالق كربوناتو مع 3 معالق ملح ليمون مع معلقة النشا ومعلقة مسك مع ذرات أو بخات من الكحول الطبي أو الريحة أو أي حاجة عندي. يعني الريحة لو عندنا ريحة ومش بنستخدمها ممكن نستخدمها في المرضى. طلع لي على فكرة المعيار دون كبير مش صغير، شايفين ارتفاعه مش صغير يعني عميق. ممكن غطا ازازه بلاستيك، غطا بطرمان صغنن، اي حاجه صغيره عندي. ما عنديش زي ما بقول كيس نايلون زي ده اهو انا فاتحاه، وممكن اعمله رول واروح مقطعاه بحيث ان يكون كلهم قد بعضهم. يعني اقطع واحده واخدها بقى معيار بالنسبه لي تبقى نفس السمك. احنا السمك عالي اهو، يعني حتى لو فكت معايا مش مشكله، بس عشان نشوف اهو كبيره اهي. زي ما احنا شايفينها قدامنا اهي، طبعا الريحة المسك عمل ريحة رائعة جدا جدا جدا. احنا زي ما بقول ممكن احنا نعمل بشر ليمون، اجيب الليمون ابشره واسيبه ينشف كويس جدا، وبعد ما اسيبه ينشف واطحنه زي البودرة زي الكركم اروح ضيفه عليه. طبعا هيبيض لي الغسيل جدا، هيطهر لي هيعقم لي الغسيل. في بقى ملحوظة، احنا بعد ما نعمل كل الحاجات دي ده مش هيتحط في درج الغسالة، ده بيتحط مع الغسيل.
او لو انا حبيت انقع غسيل ابيض او ده الوان ممكن هيمشي مع الابيض. احنا دلوقتي الجزء الثاني ان شاء الله هنعمل نفس الكميه دي، بس هعملها بفكرتين في نفس الفيديو ده ان شاء الله. هنعمل بفكرتين، بفكره ان احنا نعمله هنضيف منتجات تانية عليه، هنضيف اضافات تانية. يعني عايزين نقول ان احنا لما بنعمل حاجه بيبقى قدامنا زي ما بيقول الملعب قدامنا، بنضيف الحاجات. طالما تنظيف يبقى اي حاجه تتعلق بالتنظيف نجرب نشوف، ندخل مثلا حاجه معينه. هنشوف دلوقتي هندخل جزء تاني بحيث ان احنا نعمله للابيض، يعني ده للالوان وهينفع للابيض طبعا لان احنا حاطين فيه النشا، هينفع للابيض بس على اساس ان احنا ممكن هنعمل زي ما قلت احنا هنضيف للابيض، هنضيف له الزهر بحيث ان انا لما احطه الملابس الداخليه او تيشيرتات بيضاء او اي طرحه بيضاء اي حاجه بيضاء جلاليب بيضاء اي حاجه رجالي حريمي حاجه بيضاء مخصصه للابيض. ده هيمشي للاتنين، لو انا مش عايزه اعمل له اي لون ده هيمشي للاتنين. احنا بقى هنشوف ان شاء الله، ده اعتبرا هنقول الجزء الاول من الفيديو. الجزء الاول من الفيديو عملنا اقراص الملابس البيضاء والملونه، مقدرنا واحد واحد معلقه، وممكن نضيف زي ما قلت معلقه بشر ليمون مطحون بسيبه ينشف واطحنه زي البودره، قشر برتقان اي حاجه نفاذه بحيث ان انا تخش معايا في الغسيل او تتقبل هذه المقادير بحيث انها تديني نفس الفعاليه والجوده في المسحوق اللي انا هعمله. يعني ده يعتبر شبه مسحوق، يعني ده مش يغني عن المسحوق، بس انا ان شاء الله اللي هو الابيض هحاول ادخل فيه فكره المسحوق مع بعض، يعني تبقى قرص مسحوق بحيث ان انا ممكن احطه في درج الغساله. هنشوفه في الجزء الثاني، بس عشان نختم الجزء الاولاني من الفيديو احنا هنعمله ده على جزئين. حطينا 3 معالق كربوناتو، 3 ملح ليمون، معلقه كبيره نشا، معلقه بيضه اللي هي بتاعت الزهره دي بتاعت زمان بتاعت البلاستيك دي او اي معلقه صغيره بلاستيك، حطينا مسك وخلطناهم كلهم مع بعض وبخينا بخه بالكحول الطبي او البرفان لو عندنا برفان مفيش اي مشكله، الريحه بتتغير. هو بس اللي عرفته من التجربه، بس انا هجرب حاجه تانية في الابيض وهتنجح ان شاء الله. ان هم يلم لي مع بعضه بحيث يبقى عامل لي زي الرمل كده. طبعا انا لو دوست دلوقتي كله هيتفتفت معايا، فاهو حتى بصوا شايفين اتفتفت ازاي، فانا عايزه اوس اهو حتى لما جيت فتفت ما تفتفتش عشان النشا ما تفتفتش معايا، فتفتت بودره مش زي ده. شايفين الفرق بين ده وده؟ ايه اللي عامل بقى الفرق بين ده وده؟ النشا مديالي ملمس ناعم هنا دون عشان الكربونات وملح الليمون خشن زي ما احنا شايفين قدامنا كده اهو، حتى الفرق واضح اهو. ده مديني ملمس ناعم عشان النشا اهي، وطبعا المعيار كبير. انا ممكن اكبر بقى اصغر، انا بس مش هحركه عشان بس ايه يديني، لان ما بحركه بيبدأ يعمل معايا. هسيبه كده ينشف، مش هستعمله لما ينشف خالص. طبعا انا هجربه، انا اول مره برضو اعمل الاقراص برضو للامانه والمهنيه والعلميه، احنا في حاجات بنجربها لاول مره عشان ان شاء الله تبقى سلوك في حياتنا. احنا دي بقى ان شاء الله هنركنها على جنب كده زي ما هي كده. احنا هنا بالثلاث معالق كربونات ومع 3 ملح الليمون مع معلقه النشا ومعلقه المسك مع ذرات او بخ من الكحول اداني 5، الخمسه دول كبار يعني يقضوا كمية كبيرة من الغسيل. ممكن اقسمه، ممكن اصغر او اكبر حسب ما انا عايز. ده الجزء الاول بالنسبة للابيض او الالوان، ده هيمشي معايا للابيض والالوان، بس انا بقى هخصص للابيض اكتر، هضيف شوية اضافات تانية هنشوفها مع بعض في الجزء التاني من الفيديو. هنشوف بقى المقادير مع بعض ونشوف هنعمل ايه.